السلام عليكم. ايه الخطوات اللي تخليك ناجح في حياتك؟ كل النجاح اول حاجة واهم حاجة الوقت. طيب ازاي ممكن انظم وقتي واخليه مفيد؟ اول حاجة اصحى بدري وشوف هتعمل ايه في يومك. هتلاقي اغلب وقتك بيضيع في حاجات ملهاش لازمه. طب والحل؟ انك تراقب يومك وتحط خطه بالمهام اللي عايز تخلصها، وكل ما تخلص مهمه كافئ نفسك، يعني اعزم نفسك على عزومه حلوه او اتفرج على فيلم على اليوتيوب. تاني حاجة ترجم كل فكرة في دماغك على ورق. ليه؟ لأن ده هيخليها تثبت أكتر وتخرج من خيالك للواقع والتنفيذ. تالت حاجة الأهم ثم المهم، يعني لو عندك مذاكرة وكمان أصحابك عازمينك على ماتش كورة، فالأهم إنك تخلص مذاكرة الأول وبعدها تنزل للماتش بتاعك. ورابع حاجة إنت مش مطلوب منك إنك تكون آلة، يعني ما ينفعش تعمل حاجات كتير وفي نفس الوقت، لازم تفصل بين المهمة والتانية. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة وعنوانه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ولايك للفيديو. شكراً.